السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة مؤلمة، بعد ما خلصت شرح شابتر 4 اكتشفت إن أنا ما عملتش ريكورد أصلا. فيلا خير، الحمد لله. نركز بقى كده مع بعض، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ بقى نتكلم كده في شابتر 4 على الأنتي مايكروبيال ايجنتس، اللي هي المواد التي تستخدم ضد الميكروبات. تمام كده؟ قال لك المواد اللي بتستخدم علشان تقتل او توقف النمو او الجروث بتاع المايكرو اورجانيزمز دي بنقول عليها انتي مايكروبيال ايجنت. يبقى الانتي مايكروبيال ايجنت كتعريف هي ماده لها القدره على قتل او ايقاف النمو بتاع الميكروب. وخلي بالك في فرق كبير قوي ما بين القتل وايقاف النمو. تمام كده؟ القتل يعني معناها بتنهي على الميكروب خالص، فهنسميها كمان شويه صيدل. تمام كده؟ لكن لما بتوقف النمو بتاع الميكروب بنقول عليها استاتيك. استاتيك معناها بتعمل انهبيشن للجروث. تمام كده؟ طيب تعالوا كده بقى نشوف الانتي مايكروبيال ايجنتس. الكلام اللي مكتوب عندكم في الكتاب غلط، وواضح ان الكتاب ده ما تحدثش بقاله 50 سنة. بصوا يا دكاترة، الانتي مايكروبيال ايجنتس ده مصطلح عام يطلق على كل انواع مضادات الميكروبات، سواء كان مضادات بكتيرية او فيروسية او فطرية او طفيلية، مادام بتشتغل على ميكروب يتقال عليها انتي مايكروبيال ايجنت. لكن لما بنيجي نتكلم على انتيبيوتيك، يبقى الانتيبيوتكس ده المواد الخاصة بالتعامل مع البكتيريا. اتفقنا؟ طيب انا عرفتكم الصح اهو، هشرح لكم بقى ايه اللي موجود عندكم في الكتاب اللي هو غلط. التعريف بتاع الانتيبيوتك بنقول عليه انتي مايكروبيال ايجنت بروديوسد باي ليفينج اورجانيزم ذات كان كيل اور انهبيت ذا جروث اوف اذر اورجانيزم. تمام كده؟ طيب المفروض ان انا اقول الاذر اورجانيزم ده اللي هو البكتيريا. طب ايه قصه بروديوسد باي ليفنج اورجانيزم واذر اورجانيزم ده؟ بصوا، قصه اكتشاف المضادات الحيويه ديت كانت عن طريق عالم اسمه الكسندر فليمنج. تمام؟ لما كان شغال في المعمل بتاعه ونسي بكتيريا كانت مزروعه عنده في المعمل وسابها 3 4 ايام، كان وراه سفر او مراته كانت منكده عليه وطرده من البيت. المهم ان هو رجع بعد 3 4 ايام، لقى بيبص كده في الوسط المغذي بتاع الخلايا البكتيريه اللي هو كان حاطط وزارع فيه خلايا بكتيريه، لقى ان في خلايا بكتيريه مش موجوده في الطبق. فبيبص في الطبق لقى موجود فيه فطر. الفطر ده تمام، بدل ما يرمي الطبق ويغسله ويريح دماغه، فكر وقال الفطر ده اكيد قدر ان هو يفرز ماده يقدر ان هو يمنع نمو الخلايا البكتيريه او يقتل الخلايا البكتيريه بيها. فخد الفطر ده وعمل العصاره منه، يعني من بالبلدي كده خد العصاره بتاعت الفطر عصره. تمام كده؟ فلقى ان العصاره بتاعت الفطر ديت لها القدره انها تقتل خلايا بكتيريه لما بدا يحطها على خلايا بكتيريه تانية. تمام كده؟ فاذا جه التعريف الأولي بتاع المضادات الحيوية، وهي عبارة عن مواد تستخلص من ليفنج اورجانيزمز اللي هي الفطر، لها القدرة على قتل اذر اورجانيزمز اللي هي البكتيريا. تمام كده؟ طيب الكيموثيرابيوتيك ايجنت معناها مادة كيميائية مخلقة بتشتغل زيها زي الانتيبيوتيك، ولكن الفرق ما بينها وما بين الانتيبيوتيك ان الكيموثيرابيوتيك ايجنت ماده سينثيتيك. ماده سينثيتيك ديت معناها ايه؟ ماده مخلقه. تمام كده؟ يبقى الفرق ما بين الاثنين، الاولاني الانتيبيوتيك بروديوسد باي ليفنج اورجانيزم، الكيموثيرابيوتيك سينثيتيك سبستانسز او سينثيتيك دراجز. تمام؟ بتشتغل بالظبط كده زيها زي الانتيبيوتيك. طبعا التعريفين دول كانوا تعريفين قدام وما عادش حد عاد بيستخدمهم خالص. والتعريف الحالي بتاع الانتيبيوتيك اي ماده لها القدره على علاج عدوى بكتيريه. تمام كده؟ بيتقال عليها انتيبيوتيك. اي ماده لها القدره على علاج عدوى بكتيريه يتقال عليها انتيبيوتيك، سواء كان بقى بتيجي
من ليفينج اورجانيزم او سينسيتيك يعني بيتم تصنيعها بيتقال عليها انتبيوتيك. تمام كده؟ طيب تعالوا كده بقى ما نشوف. احنا بنقول ان الانتي مايكروبيال ايجنت او تحديدا بقى علشان يبقى كلامنا محدد، الانتبيوتيك ماده لها القدره على انها تقتل او توقف النمو بتاع البكتيريا. لو قدرت انها تقتل البكتيريا هيتقال عليها بكتيريسايدال ايجنت. صيدل معناها قاتل، انا يهمني المقطع ده، صيدل. تمام كده؟ اما استاتيك معناها بيوقف النمو، يبقى بكتيريوستاتيك ايجنت معناها ماده بتوقف النمو بتاع الخلايا البكتيريه، بتوقف التضاعف بتاع الخلايا البكتيريه. لكن صيدل معناها بتعمل كيلينج للبكتيريا، ستاتيك معناها بتوقف الجروث والمالتيبليكيشن بتاع الخلايا البكتيريه. تمام؟ طيب انه الافضل؟ الصيدل طبعا، لان الصيدل بيروح يموت الخلايا البكتيريه ويجيب من الاخر يعني جزره وقطمها جحش. تمام كده؟ اما البكتيريوستاتيك ايجنت لما بتستخدمه، لما بتوقف الاستخدام بتاعه البكتيريا بترجع تنمو تاني. تمام كده؟ طيب جوه جسمك بقى لو انت استخدمت مضاد حيوي استاتيك، خلاص انت بتوقف نمو الخلايا البكتيريه. بس المضاد الحيوي ما بيموتهاش، امال مين اللي بيموتها؟ جهاز المناعه بتاعك، جهاز المناعه بتاعك. تمام كده؟ عرفت كده الفرق ما بين الصيدل والاستاتيك؟ لو اتسالت الصيدل ولا الاستاتيك احسن تقول الصيدل ايجنت، ده بيستخدم بكفاءه عاليه جدا لعلاج اللي هو البكتيريال انفكشنز. تمام؟ طبعا انا في التسجيل اللي فات اللي ما تسجلش ده قعدت اسجل في جزء مقدمه المضادات الحيويه ده علشان هو جزء مهم جدا، قعدت اسجل في المقدمه دي حوالي ساعه الا ربع. خلاص؟ يلا كفايه عليكم الدقيقتين دول. المهم نخش على التعريف اللي بعده، البرود سبيكترم انتيبيوتيك. يعني ايه برود سبيكترم انتيبيوتيك؟ معناها مضاد حيوي واسع المجال. يعني ايه واسع المجال؟ بيشتغل على انواع كتيره، يعني بيشتغل على وايد نمبر اوف بكتيريال تايبس، يعني بيشتغل على انواع كتيره من الخلايا البكتيريه زي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. تمام كده؟ القادره على احداث عدوى كتيرة أو عدوى مختلفة. تمام كده؟ لأن كل بكتيريا بيبقى لها العدوى الخاصة بيها، فلما يكون مضاد حيوي بيشتغل على أنواع كتيرة من الخلايا البكتيرية، يعني ده معناه هيستخدم لعلاج الكثير من العدوى، خلاص؟ سواء كان سببها جرام بوزيتيف أو سببها جرام نيجاتيف بكتيريا. تمام كده؟ ده معنى كلمة برود سبيكترم أنتيبيوتيك. تمام؟ تعالوا كده بقى منشوف الصفات اللازم توافرها في الايديال انتيبيوتيك. الايديال انتيبيوتيك، خلاص ركز كده معايا، علشان يتقال عليه ايديال انتيبيوتيك لازم يتصف بخمس صفات على الاقل. خلاص؟ هو في صفات كتير بس مختصرين الموضوع عندكم لخمسه. اول حاجه السيلكتيف توكسيسيتي. يعني ايه معنى كلمه سيلكتيف توكسيسيتي؟ معناها ان هو يموت البكتيريا ما يموتش الخلايا بتاع جسم الانسان، يعني يبقى ليه تاثير ضار على البكتيريا ملوش تاثير على جسم الانسان. طب تيجي اقول لكم زي حاجه، جسم الانسان الخلايا بتاعته ما فيش فيها جدار خلوي، بتبقى متحوطه بسيل ميمبرين بس. في مضادات حيويه زي البنسلين وزي السيفالوسبورينز هناخدها كمان شويه. المضادات الحيوية دي تبع مجموعة من المضادات الحيوية تسمى البيتا لاكتام انتيبيوتكس. البيتا لاكتام انتيبيوتكس دي بتمنع تكوين الجدار الخلوي في الخلايا البكتيرية. تمام كده؟ طب الخلايا بتاع جسمك ما فيش فيها جدار خلوي أصلا، فبالتالي هي شغالة على حاجة في البكتيريا مش موجودة جوه جسمك أصلا، فده معناه ان المضادات الحيوية ديت لها سيلكتيف توكسيسيتي، يعني بيبقى ليها هارمفول افكت على البكتيريا، هارمفول افكت على البكتيريا، لكن بالنسبة للإنسان بتبقى ريلاتيفلي هارمليس أو نون توكسيك. ده معنى كلمة سيلكتيف توكسيسيتي. خلاص كده؟ توكسيسيتي معناها سمية، وسيلكتيف معناها اختيارية. اختياري يعني بيشتغل على حاجة ويسيب التانية. سيلكتيف، خلاص، متخصص لحاجة وما بيشتغلش على الحاجة التانية، بيختار يشتغل على البكتيريا
وما يشتغلش على الخلايا بتاع الجسم الانساني. طيب الصفه الثانيه ان هو يبقى برودو سبيكترم اللي انا شرحتها من شويه، ان هو يشتغل على وايد فرايتي اوف بكتيريال تايبس، يعني يشتغل مثلا على الجرام بوزيتيف ويشتغل على الجرام نيجاتيف بكتيريا. الحاجه الثالثه، فاكرين لما كنت قلت لكم البكتيريسايدال ايجنت بيبقى احسن من البكتيريوستاتيك لانه بيجيب من الاخر وبيعمل كيلينج للبكتيريا، تمام؟ في الحته ديت موضوع سؤال في الامتحان، بيبقى البكتيريسايدال بيبقى بيتر ذان البكتيريوستاتيك، تمام كده؟ طيب الحاجه الرابعه، لابد للمضاد الحيوي ان هو يبقى ليه القدره على الانتشار جوه جسمك وينتشر ويدخل في الانسجه بتاع جسمك. مش تاخد كبسوله المضاد الحيوي وما يحصل لهاش امتصاص من الامعاء خلاص كده وتطلع زي ما دخلت، ما ينفعش، تمام؟ معنى كلمه ديفيوزابل معناها تنتشر الى اماكن بعيده او اماكن متفرقه في الجسم، خلاص. ادي يعني ايه معنى كلمه ديفيوزابل. الحاجه اللي بعد كده، يبقى ليه slow rate of excretion. طب تعالوا كده نشرح لكم يعني ايه معنى كلمه slow rate of excretion. مش انت عندك مضاد حيوي بيتاخد كل 6 ساعات، ومضاد حيوي بيتاخد كل 8 ساعات، ومضاد حيوي بيتاخد كل 12 ساعه، ومضاد حيوي بيتاخد كل 24 ساعه. تعرف الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم الهاف لايف، يعني الفتره اللي بيفضل فيها المضاد الحيوي بتركيز عالي في الجسم قادر على قتل البكتيريا، تمام كده؟ طيب في مضادات حيويه بيحصل لها اكسكريشن بسرعه فبتضطر ان انت تكرر الجرعه، تمام؟ وفي مضادات حيويه بتفضل موجوده في جسمك مده طويله، فبالتالي بتدي المضاد الحيوي على فترات بعيده، مثلا كل 24 ساعه، خلاص؟ فكل ما كان ليه slow rate of excretion يعني بيطلع من الجسم بمعدل بطيء، كل ما كان معدل استخدام او الجرعه اليوميه بتاعته اقل، بدل ما يتاخد كل 8 ساعات يعني 3 مرات في اليوم، لا يتاخد مره واحده. زي مثلا اكيد حد فيكم تعب وخد مضاد حيوي اسمه زيسروماكس او زيسروسين او زيسروكان، اللي هو الماده الفعاله اللي فيه ازيثرومايسين، ده بيتاخد كل 24 ساعه، تمام كده؟ لكن الفلوموكس بيتاخد كل 6 ساعات او كل 8 ساعات، تمام كده؟ انتوا عارفين الفرق ما بين الاثنين ايه؟ هو موضوع الاكسكريشن ريت ده، خلاص. طيب الصفه الخامسه، ركز كده معايا، المضاد الحيوي الصح والقوي، المضاد الحيوي اللي يشتغل على البكتيريا من غير ما البكتيريا تعرف تعمل ريزيستنس ليه، من غير ما البكتيريا تقدر ان هي تعمل مقاومه ليه، تمام كده؟ طيب على حسب منظمة الصحة العالمية اللي المفروض قعدت ترغي فيها بتاع نص ساعة في الفيديو اللي فات اللي ما تسجلش ده، تمام؟ أكبر خطر بيهدد البشرية هي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية في 80 سنة اللي فاتوا. يعني في 80 سنة اللي فاتوا أسأنا استخدام المضادات الحيوية، وكنت حكيت حكاية كده خلاص، لو عايزين تبقوا تسمعوها ابقى انزلها لكم في تسجيل منفصل يبقى بره المنهج بقى خالص، تمام كده؟ اساءة استخدام المضادات الحيوية ديت هقول لكم صورتها ايه. ان انا اروح مثلا للدكتور الصيدلي واقول له عايز حبيتين مضاد حيوي يا دكتور، المضاد الحيوي يا سعادة الباشا علشان تستخدمه استخدام صح، يا تستخدمه بالجرعة الكاملة للمدة المقررة، المدة اللي هي تقريبا من 7 أيام لغاية 15 يوم، يا تستخدمه كده يا إما بلاش أحسن. ليه؟ علشان البكتيريا ما تعملش ريزيستنس للمضادات الحيوية. قال لك نتيجة إساءة استخدام المضادات الحيوية خصوصا في مصر والهند ودول العالم الثالث، أدى إلى تكون خلايا بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية. تفتكروا حاجة اسمها البلازميد اللي كان من ضمن الوظائف بتاعته لما اتكلمت في البكتيريا الجيناتكس، ان هو بيحمل جينات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؟ طيب جينات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية
بتنتقل ما بين الخلايا البكتيرية وبعضها، لأن البكتيريا مش أنانية. لما بكتيريا تكتسب صفة معينة بتنقلها لغيرها، ومن ضمن الصفات اللي بتنقلها هي مقاومة المضادات الحيوية. تمام؟ طيب تعالوا كده بقى أما أحكي لكم حكاية. الحكاية دي بتحصل في المستشفيات. تمام كده؟ إيه بقى اللي بيحصل بقى في المستشفيات؟ تعالوا كده أمثل لكم مثال، علشان أنتم هتشتغلوا في مستشفيات بعد إن شاء الله كده أما تتخرجوا. المستشفيات دي أنا بسميها مونديال البكتيريا، كأس العالم بتاع البكتيريا. تعرف كأس العالم اللي بيخشوا المنتخبات القوية اللي بتتأهل من كل قارة. أه بكتيريا بقى. تعالوا كده ما نشوف هو مين اللي بيروح المستشفيات؟ العيانين. وتقريبا اللي بيخش المستشفى 99% منهم العيانين اللي ما عرفوش يعالجوهم في البيت. العيانين اللي عندهم عدوى ما عرفوش يعالجوها في البيت. يعني داخل لك المستشفى اللي انت شغال فيها مريض عنده بكتيريا مقاومة لمضادات حيوية كتيرة، فشل في ان هو يعالجها في البيت، فجاي لك المستشفى. خلاص كل بكتيريا داخله مع مريض فرد عضلاتها. لو ما بيحصلش تطهير كويس في المستشفيات، او المرضى يتسابوا في عنابر مع بعض، يحصل هنا بقى ايه؟ ماتشات الكوره. بس ماتشات الكوره ما بتبقاش تنافسيه من اللي يهزم مين. البكتيريا كائن متعاون. قال لك البكتيريا تبدأ إن هي تنقل ما بينها وما بين بعض، كل واحدة تقول لها إيه؟ خدي لك عسلياية، خدي لك بسكوتاية، لا أنا معايا لب، لا أنا معايا حمص، خلاص أنا معايا مضاد حيوي ريزيستنس أو أنتي بايوتيك ريزيستنس، تاخديه؟ طبعا هاتيه. وانا معايا مضاد ريزيستنس لمضاد حيوي تاني، تاخديه؟ خديه. تمام كده؟ يطلع لك في النهايه وحوش بمعنى الكلمه. بكتيريا مفيش مضاد حيوي قادر ان هو يموتها. وعلى حسب منظمه الصحه العالميه، خلاص اخطر خطر بيهدد البشريه في القرن ال21 هو المقاومه البكتيريه للمضادات الحيويه. انت تعرف البكتيريا اللي انت بتعالجها بمضاد حيوي دلوقتي قتلت تلت سكان اوروبا، تلت سكان اوروبا في الجائحة بتاعت الطاعون. الطاعون ده اصلا عبارة عن بكتيريا على فكرة. خلاص تخيل قتلت تلت سكان اوروبا. الكوليرا قتلت ربع سكان العالم، ودي بكتيريا بتتعالج بمضادات حيوية دلوقتي عادي، بس الكلام ده كان قبل اكتشاف المضادات الحيوية. تمام؟ طيب وبعدين تخيل بقى إساءة استخدام المضادات الحيوية خلت البكتيريا بقت مقاومة للمضادات الحيوية، نتيجة إن أنت بتروح الصيدلية إن أنت تاخد جرعة غير كاملة للمضاد الحيوي، فالبكتيريا الضعيفة هي اللي تموت، والبكتيريا العافية القوية هي اللي تستنى وتبدأ تعمل ريزيستنس للمضاد الحيوي ده. خلاص والبكتيريا لما تقابل بكتيريا تانية زميلتها تنقل لها البلازميد الذي يحمل جينات مقاومة المضادات الحيوية باللي فيه. يعني ايه؟ بلازميد شايل مقاومة لمضادات حيوية عددها مثلا 10 مضادات حيوية. تمام؟ تسلموا البكتيريا تانية عندها مقاومة ل5 مضادات حيوية، يبقى كده المجموع 15. البكتيريا دلوقتي بقى موجود فيها جينات مقاومة 15 مضاد حيوي، تقابل بكتيريا تانية عندها مقاومة لمضاد حيوي مثلا 3 أنواع، تدي لها ال 15، دلوقتي بقى ال 18 مضاد حيوي أو 18 جين يحمل 18 نوع من أنواع المقاومة للمضادات الحيوية. هتيجي في الآخر تبص هتلاقي فيه تحاليل أو مزارع بكتيرية ما بتلاقيش فيها ولا مضاد حيوي نافع. تمام كده؟ وبقابلني لو عرفت تعالجها. تمام؟ وعلشان كده
هتلاقوا في ناس بتموت بسبب ان هم مش لاقيين لهم مضاد حيوي بسبب البكتيريا ريزيستنس. واللي يوجع القلب ان في اطفال صغيرين لقطوا من العدوى ودخلوا المستشفى خلاص وماتوا، والمزرعة نتيجتها بانت بعد ما ماتوا، ده بسبب إساءة استخدام المضادات الحيوية اللي المفروض اللي بيسيء استخدامها ما بيضرش نفسه بس، لا ده بيضر نفسه وبيضر المجتمع، لأنه بيساعد على نشر خلايا بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية هتضره وهتضر غيره. تمام كده؟ يعني الأطفال الصغيرة اللي ماتت دي بسبب إن مش لاقيين لها مضاد حيوي يشتغل على البكتيريا اللي عاملة عندها عدوى. هل هي اتعرضت لبكتيريا قبل كده؟ لا، لقطت العدوى من واحد. تمام كده؟ فدخل جوه جسمها خلية بكتيرية مقاومة لكل المضادات الحيوية. تمام؟ فالطفل قدر الله نفذ ومات. عرفت خطورة المضادات الحيوية ديت إيه؟ طيب تعالوا كده بقى ما نشوف الميكانيزمز اوف اكشن اوف انتي مايكروبيال ايجنتس، يعني ازاي المضادات الحيويه دي بتشتغل. فاكرين الاستراكشر بتاع البكتيريا؟ خلاص تعالوا كده ما اوريه لكم بشكل اوضح. الخلايا البكتيريه كل اللي فيها ايه؟ ماده وراثيه جنبها شويه ريبوسومات، وكان الله بالسر عليه. بس أدى الخلايا البكتيرية اللي موتت ربع سكان العالم وتلت سكان أوروبا في يوم من الأيام. تمام؟ طيب تعالوا كده أما نشوف تركيبها. عندها سيل وول، عندها سيل ممبرين، عندها دي إن إيه، عندها أر إن إيه بيتكون من الدي إن إيه باستخدام إنزيم اسمه أر إن إيه بوليماريز، عندها ريبوسومات بتكون بروتين. أدى البكتيريا من جوه وده اللي فيها. دي ان ايه بيتكون منه ار ان ايه، والار ان ايه بيترجم عن طريق الريبوسومات. البكتيريا فيها سيتوبلازم ومحاط بسيل وول وسيل ممبرين. تمام كده؟ فالمضادات الحيويه لما نيجي نبص للميكانيزم اوف اكشن بتاعها، ركز كده معايا، اقدر ان انا اموت الخلايا البكتيريه ازاي؟ ان انا اعمل تارجتنج لسايتس حيوية في الخلايا البكتيرية، سايتس تكون من غيرها الخلية البكتيرية تموت. زي ايه؟ تعالوا كده اما نجيب الطبقات الاول. في عندي مثلا مضادات حيوية بتشتغل على البكتيريا السيل وول، بتوقف السيل وول سينسز زي البنسلين والسيفالوسبورينز والكاربابينمز والفانكومايسين. تمام كده؟ دي بتمنع تكوين الجدار الخلوي. تمام؟ او مضادات حيويه بتشتغل على الدي ان ايه وتوقف عمليه التكوين بتاعه زي الفلورو كينولون، او مضادات حيويه بتشتغل على الانزيم اللي اسمه الار ان ايه بوليماريز انزيم اللي بيعمل عمليه نسخ للدي ان ايه ويكون الام ار ان ايه. الام ار ان ايه ده هو اللي الريبوسومات بتيجي تترجمه علشان تحوله الى بروتين. فالانزيم اللي اسمه الار ان اي بوليماريز انزيم ده لو احنا وقفناه يبقى احنا كده وقفنا تكوين الام ار ان اي، مفيش ام ار ان اي بعد كده، مفيش بروتين هيتكون. في مضادات حيويه زي الريفامبيسين بتشتغل على الموضوع ده. تمام كده؟ طيب نيجي للريبوسومات. في مضادات حيويه بتشتغل على الريبوسومات، والريبوسومات ده المكن بتاع تخليق البروتين. مكان تخليق البروتين وقف يبقى مفيش بروتين هيتكون. امثله على المضادات الحيويه اللي بتشتغل على الريبوسومات زي الامينوجليكوسايدز والتتراسايكلينز والماكرولايدز والكلاندامايسين والكلورامفينيكول واللاينزوليد. خلاص كده؟ طيب في مضادات حيويه تانية بتشتغل على منع تكوين حاجه كده بنسميها الفوليك اسيد. خلاص؟ ايه بقى قصة الفوليك اسيد ده؟ ركز كده. الفوليك اسيد ده هو الاكتف فورم بتاعه اسمه تترا هيدرو فوليك اسيد. الاكتف فورم بتاعه اسمه تترا هيدرو فوليك اسيد. طيب البكتيريا بتستخدمه في ايه؟
البكتيريا بتستخدم التترا هيدروفوليك اسيد ده في عمليه تكوين القواعد النيتروجينيه اللازمه لبناء الدي ان ايه والار ان ايه زي الادينين والجوانين والثيامين. تمام، قال لك البكتيريا بتخلق التترا هيدروفوليك اسيد ده ازاي؟ انا عايز تترا هيدروفوليك اسيد اللي هو الاكتف فورم بتاع الفوليك اسيد اللي المفروض ان هو هيكون الادينين والجوانين والثيامين. قال لك البكتيريا بتعمله ازاي؟ ركز كده معايا في اللي انا هقوله. بتخلق التترا هيدروفوليك اسيد عن طريق انزيم، الانزيم ده هو بيشتغل على ماده اسمها بابا، بارا امينو بنزويك اسيد. البارا امينو بنزويك اسيد ده خلاص ده الماده اللي هيشتغل عليها انزيم عشان يكون ماده اسمها داي هيدرو فوليك اسيد. الداي هيدرو فوليك اسيد اللي اتكون ده هيشتغل عليه انزيم تاني اسمه داي هيدرو فوليت ريدكتيز، بس الاسماء مش عندكم. الانزيم رقم اتنين ده هيحول الداي هيدرو فوليك اسيد الى تترا هيدرو فوليك اسيد اللي هو الاكتف فورم بتاع الفوليك اسيد. التترا هيدرو فوليك اسيد يبدا بقى في تكوين الادينين والجوانين والثيامين اللي بيخشهم في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه. يبقى اذا انا عندي ميتابوليك باسوي، الميتابوليك باسوي ده بيبقى مسؤول عن عمليه تكوين الفوليك اسيد. خلاص كده المهم جدا للخلايا البكتيريه. طيب ركز معايا في اللي انا هقوله ده. في مضادات حيويه اسمها السلفا دراجز. السلفا دراجز بتشتغل ازاي؟ السلفا دراجز بص كده النجمه ده اهي، النجمه دي شبه الانزيم، خلاص شبه الانزيم، تروح على الانزيم خلاص وتتنافس معاه، تتنافس يعني بتعمل كومبيتيشن، اعمل كومبيتيشن مع الانزيم واروح امسك في البارا امينو بنزويك اسيد. يعني السلفا دراجز، السلفا دراجز ركز كده معايا اللي هي كانت هنا دي تمام، راحت اتخانقت مع الانزيم ده وراحت مسكت هي خلاص في البابا، فالانزيم ما اشتغلش، فبالتالي لم يتكون الداي هيدروفوليك اسيد. خلاص كده، والداي هيدروفوليك اسيد لو ما اتكونش يبقى الفوليك اسيد مش هيتكون، ده نتيجة التنافس اللي حصل ما بين نوع من انواع المضادات الحيوية اسمه السلفا دراج عشان هو شبه الانزيم اللي المفروض، او شبه السبستريت، ركز كده معايا، شبه السبستريت اللي المفروض ان هو بيتحول الى الداي هيدروفوليك اسيد. خلاص، هي شبه السبستريت مش شبه الانزيم. تمام، فتعمل كومبيتيتيف انهيبيشن، تتنافس مع البابا مش مع الانزيم في الارتباط بالانزيم الاولاني ده هو. اول ما السلفا دراج تربط في الانزيم توقفه، خلاص تمنع البابا ان هو يمسك في الانزيم. طيب ادي حاجه، دواء تاني ما هوش سلفا دراج اصلا، الدواء ده اسمه ترايمسوبريم. الترايمسوبريم يروح يتنافس مع الداي هيدروفوليك اسيد، خلاص يتنافس معاه على الارتباط بالانزيم الثاني. لو ربط بالانزيم الثاني هيوقفه ويوقف شغله، فالداي هيدروفوليك اسيد الانزيم اللي بيحوله الى اكتف فورم فوليك اسيد اللي هو تترا هيدروفوليك اسيد مش هيشتغل، الانزيم الثاني مش هيشتغل. تمام كده، وقف خلاص. مين اللي وقفه؟ الترايمسوبريم ده اهو، الترايمسوبريم ده. تمام كده، فالترايمسوبريم وقف الخطوة الثانية
في البصوي بتاع تكوين الفوليك اسيد، مع انه مش سلفا دراجز، هو دواء تاني خالص غير السلفا دراج، تمام كده؟ طيب انا كده كونت مناعة تكوين الفوليك اسيد صح، يبقى كده البكتيريا مش هتقدر انها تكون لا دي ان ايه ولا ار ان ايه، لانها مش هتعرف تكون الادينين ولا الجوانين خلاص. فالناس قام جايين رايحين مفكرين، قالوا ايه؟ قالوا طب ما تيجوا نحط السلفا دراج على الترايمسوبريم ونحطهم في دواء واحد، تسمعهم عن دواء اسمه سيبتازول. سيبتازول هكتبه لكم اهو، اكيد سمعتم عن السيبتازول، مفيش حد فيكم يعني ما راحش جاب له شريط سيبتازول من الصيدليه او شريط سيبترين. انتوا عارفين الدواء اللي اسمه سيبتازول ده عباره عن ايه؟ عباره عن سلفا دراج زائد تراي ميسوبريم. نوع السلفا دراج اللي فيه اسمه سلفا ميسوكسازول، متحد مع التراي ميسوبريم وحاططهم مع بعض في دواء واحد خلاص كده. قال لك لما حطينا السلفا دراجز مع التراي ميسوبريم لقينا ان الاتنين لما بيتحطوا مع بعض بيبقى تأثيرهم قوي جدا جدا جدا، اكتر من كل واحد فيهم لما يشتغل لوحده، وهذا ما يسمى بالسينرجيزم. السينرجيزم معناها التقوية، يعني الاتنين مع بعض أقوى من إن كل واحد فيهم يشتغل لوحده. طب تعالى ما أوصل لك الموضوع بالأرقام. مثلا لو استخدمت السلفا دراج لوحدها هنموت 100 خلية بكتيرية، لو استخدمت الترايم سوبريم لوحده هيموت 100 خلية بكتيرية، لكن لو استخدمت الاتنين مع بعض هتلاقيهم موتوا 10,000 خلية بكتيرية. عرفت يعني ايه سينرجيزم؟ يعني هما الاتنين مع بعض بيعملوا تقوية لبعض خلاص، الاتنين متحدين مع بعض بيوقفوا البصوي كله، فبيبقى في ما بينهم سينرجيزم تقوية خلاص. تقوية معناها ايه؟ وهما الاتنين مع بعض أحسن وأقوى من إن كل واحد فيهم يشتغل لوحده، أو وهم مع بعض أقوى من مجموع شغل كل واحد فيهم لوحده. يعني لو جمعت الاتنين دول كل واحد فيهم وهو شغال لوحده هتلاقي المجموع بتاع الخلايا البكتيرية اللي ماتت 200، لكن لما أستخدم الاتنين مع بعض في كومباينيشن هلاقيه موت 10,000 خلايا بكتيرية أو 100,000 خلايا بكتيرية. يبقى ده هو ده السينرجيزم، فهمتم؟ فاحنا بنسمي المضادات الحيويه اللي بتشتغل بالطريقه دي كومبيتاتيف انهيبيتورز، او تحديدا بقى هنقول عليها فوليت او فوليك اسيد سينسز انهيبيتورز. عرفتم بقى القصه اللي هي بتاعت الميكانيزمات بتاعت المضادات الحيويه؟ طيب تعالوا كده بنخش على الكارثه الثانيه، الكارثه بتاعت اللي هي الريزيستنس. تعالوا كده بقى ما نشوف قصه الريزيستنس دي ونشوف ازاي البكتيريا بتعمل ريزيستنس. ركز بقى كده معايا، البكتيريا بتعمل ريزيستنس ازاي؟ قال لك عند برضه شويه ميكانيزمات. اول حاجه ما تخليش المضاد الحيوي يدخل، يعني بتعمل بيرميابيليتي باريرز، حائل ضد دخول المضاد الحيوي. يعني المضاد الحيوي كان بيخش كده من مكان ام جرح افلاك، ده الميكانيزم الاولاني خلاص. او تعمل حاجه اسمها افلاكس بام. يعني ايه افلاكس بام؟ مضخه، لما المضاد الحيوي يدخل تقوم بقى رايحه ماسكاه ومطلعاه تاني قبل ما يمسك في التارجت سايت بتاعه خلاص. ادي الطريقه التانيه لمقاومة المضادات الحيوية. أو الطريقة الثالثة، التارجت بتاع المضاد الحيوي تروح تغيره، فالمضاد الحيوي لما يخش جوه الخلية البكتيرية ما يشوفوش. يعني إيه ما يشوفوش؟ نتيجة الموديفيكيشن بتاع التارجت سايت اللي حصل ماشي.
البكتيريا غيرت تركيب التارجت سايت اللي المفروض ان المضاد الحيوي بيشتغل عليه، تمام كده؟ فالمضاد الحيوي يجي يدور على التارجت بتاعه اللي المفروض ان هو بيوقفه ما يلاقيهوش. زي ايه؟ زي مثلا البنسلين كمثال. البنسلين بيروح يوقف حاجه اسمها البنسلين بايندنج بروتينز. بنسلين بايندنج بروتين، ايه البنسلين بايندنج بروتينز دي؟ دي عباره عن بروتينات بتدخل في عمليه تكوين الجدار الخلوي اثناء انقسام الخليه، تمام؟ راحت غيرت الاستراكشر بتاعه. فالمضاد الحيوي شايف علامه الاستفهام دي، لما دخل بيدور على التارجت بتاعه اللي المفروض ان هو هيمسك فيه مش لاقيه. مش لاقيه ليه؟ اصل الاستراكشر بتاعه اتغير. او مثلا تروح على الدي ان ايه جايريز، هو مش المفروض ان الفلوروكينولونز بتشتغل على الدي ان ايه جايريز؟ راحت غيرت الاستراكشر بتاعه. كلمه اولترد معناها غيرته، غيرت تركيبه. فالمضاد الحيوي اللي اسمه الفلوروكينولون دخل يدور على الدي ان ايه جايريز مش لاقيه. اشمعنى؟ البكتيريا عملت له موديفيكيشن، يعني تعديل في تركيبه. او ركز كده معايا الميكانيزم اللي بعد كده، البكتيريا بدل ما هي في وضع الدفاع تبقى في وضع الهجوم، وتبدا تكون حاجه اسمها الان اكتيفيتنج انزيمز. ايه الان اكتيفيتنج انزيمز دي؟ مثلا عندك البيتا لاكتاميزز. البيتا لاكتاميزز دي عباره عن مضادات حيويه بتروح على البيتا لاكتام انتبيوتكس. البيتا لاكتام انتبيوتكس ديت زي البنسلين والسيفالوسبورين. شايف انت الحاجات اللي بتشتغل على السيل وول زي البنسلين والسيفالوسبورين والكاربابينين، تمام؟ طلعت للبيتا لاكتام انتبيوتكس انزيمات اسمها بيتا لاكتاميزز اللي هي بتكسر البيتا لاكتام انتبيوتكس. فالبكتيريا دلوقتي بقت في وضع الهجوم بعد ما كانت في وضع الدفاع، بقت هي اللي بتروح تكسر المضاد الحيوي، او على الاقل تطلع انزيم يروح يغير تركيب المضاد الحيوي ويحوله من صوره اكتيف لصوره ان اكتيف، زي ما بيحصل مع الامينوجلايكوسايد. بيطلع امينوجلايكوسايد موديفاينج انزيمز، يعني انزيمات بتعدل التركيب بتاع الامينوجلايكوسايد، انزيمات بتعدل التركيب بتاع الامينوجلايكوسايد فتحوله من صورة اكتيف الى صورة ان اكتيف. خلاص كده؟ طيب عرفت البكتيريا بتعمل ريزيستنس ازاي؟ خلاص ماشي، نرجع بقى ايه لموضوعنا. خلاص خلصنا دي وخلصنا دي، تعالوا كده بقى اما نشوف الميكانيزمز بتاعت الانتي ميكروبيال ايجنت اللي انا شرحتها على الرسمة اللي موجودة عندكم في الكتاب دي. خلاص هنرجع بس كده الكلام. المضادات الحيوية بتشتغل بكذا ميكانيزم، زي تعمل انهيبيشن للسيل وول سينسز زي البنسلين والسيفالوسبورين اللي احنا بنسميها بيتا لاكتام انتبيوتيك، او بتشتغل على السيل ميمبرين وتبوظ الفانكشن بتاعته. السيل ميمبرين لما يبوظ ويتخرم البكتيريا تبدا ان هي تفقد الكونتنتس بتاعتها او محتوياتها، فيحصل لها سيل دامج. زي ايه؟ زي البوليميكزين والكوليستين اللي بيشتغلوا على البكتيريا. اما الانفوتريسين بي والنستاتين دولت بيشتغلوا على الفنجاي اللي هو الفطريات. طيب ممكن توقف البروتين سينسز عن طريق انها تبعت حاجه توقف شغل الريبوسومات اللي هي المكن بتاع تكوين البروتين. البروتين سينسز وقف، يبقى الجروث بتاع البكتيريا هيقف، زي الكلورامفينيكول والتتراسايكلين والستريبتومايسين والامينوجلايكوسايد، ديت عباره عن مضادات حيويه ضد البكتيريا. اما الجريزوفولفين ده بيشتغل على الفنجاي، بس على السيل ميمبرين بتاع الفنجاي مش البكتيريا بقى. طيب او مضادات حيويه تروح تشتغل على النيوكليك اسيدز. النيوكليك اسيدز ديت اللي هي ايه؟ الدي ان ايه والار ان ايه، وتمنع تكوينها. زي ايه؟ الانزيم اللي اسمه الار ان ايه بوليماريز انزيم اللي انا لسه واخده من شويه. الار ان ايه بوليماريز انزيم ده هو اللي بيكون الام ار ان ايه من الدي ان ايه
علشان بعد كده الام ار ان ايه يترجم عن طريق الريبوسومات. فلو انا وقفت الار ان ايه بوليمريز يبقى منعت تكوين الار ان ايه، وده اللي بيعمله مضاد حيوي اسمه الريفامبسين. خلاص. طيب الدي ان ايه انهبيشن، خلاص، في مضادات حيويه بتشتغل على الدي ان ايه جايريز زي الفلوروكينولونز. يعني واضح ان الكتاب بتاعكم ده ما اتغيرش بقاله 50 سنه. خلاص. لان الكينولونز لما طوروها طوروا الاستراكشر بتاعها بقى اسمها فلوروكينولون، حطوا عليها فلورين اتوم. تمام. الكينولونز ما عادش عندك كينولونز. الكينولونز ديت كان المثال بتاعها اللي هو النالديكسيك اسيد. النالديكسيك اسيد، النالديكسيك اسيد ده ما عادش بيستخدم اصلا. خلاص. هم غيروا الاستراكشر بتاعه، حطوا عليه فلورين اتوم، وبداوا يغيروا في الاستراكشرات لغايه لما طلعهم كذا جيل من الفلورو كينولونز. تمام. بتمنع تكوين الدي ان ايه او بتوقف عمليه تكوين الدي ان ايه. المترونيدازول اللي هو بيبقى موجود في دواء اسمه فلاجيل. خلاص. كل الحاجات ديت بتشتغل على الدي ان ايه. او الحكايه بتاعت الكومبيتاتيف انهيبيشن اللي بتعملها السلفا دراجز. السلفا دراجز اللي هي مثلا السلفونامايدز. السلفونامايدز ده مثال على السلفا دراج، فاكر، بيتنافس مع مركب البابا، مركب اسمه البابا، بيتنافس معاه على الانزيم اللي بيبقى احد الانزيمات المسؤولة عن تكوين الفوليك اسيد اللي البكتيريا محتاجاه علشان تكون القواعد النيتروجينية اللي بتكون الدي ان ايه والار ان ايه. تمام كده. فكون ان السلفا دراج تشبك في الانزيم وتوقفه فما تخليش الانزيم يشتغل على البابا، يبقى انا كده منعت تكوين الفوليك اسيد. بالاضافه بقى للترايموسوبريم اللي انا كنت لسه قلته لكم من شويه. خلاص. فاحنا ممكن نسمي الباسوي ده او الميكانيزم ده كومبيتاتيف انهيبيشن باسوي، او نقول عليه فوليك اسيد انهيبيشن او فوليك اسيد سينسز انهيبيشن. فوليك اسيد سينسز انهيبيشن يعني بنمنع عمليه تكوين الفوليك اسيد. خلاص. طيب تعالوا كده بقى نشوف ازاي بختار المضاد الحيوي. بختار يا سيدي المضاد الحيوي بناء عن الاتي: الاختبارات الخارجيه التي تتم على المضادات الحيويه. ايه الاختبارات دي بقى؟ ركز معايا. الاختبارات دي بنقول عليها انفيترو تيستز، وكلمة انفيترو معناها بتتم بره الجسم. تمام كده. طيب المثال الاولاني ديسك ديفيوجن ميزود. انت عارف المزرعة البكتيرية اللي بتتعمل في المعامل، المزرعة البكتيرية اللي هي ايه؟ بص كده، يجيبوا طبق ويبدأوا يحطهم في الطبق ده ديسكات مضادات حيوية. خلاص. ويبدأهم، ركز كده معايا، الطبق ده محطوط فيه الكالشر ميديا. الكالشر ميديا اللي هو الوسط المغذي. الوسط المغذي ده محطوط فيه الأورجانيزم اللي المفروض ان انا عايز اشوف هو بيموت بأنهي انتبيوتيك. تمام. الوسط المغذي المزروع فيه، كلمة مزروع فيه يعني هحصل له انيكيوليشن بالمايكرو اورجانيزم. انا عايز اشوف انهي انتبيوتيك في الانتبيوتيك ديسكس دي. تمام. شغال اكتر على البكتيريا. تمام. قال لك احط الديسكات على الوسط المغذي الذي يحتوي على البكتيريا واحضنهم. يعني ايه احضنهم؟ يعني اعمل لهم انكيوبيشن عند 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، وبعد كده أبدأ أشوف الديسكات دي كل ديسك فيهم عمل انهيبيشن زون حواليه قد إيه. يعني إيه انهيبيشن زون؟ يعني قدر يمنع نمو الخلايا البكتيرية أو يقتل الخلايا البكتيرية حواليه في دايرة قطرها قد إيه. كل ما قطر الدايرة كان زيادة أو أكبر،
كل ما كان المضاد الحيوي فعال اكتر على الخلايا البكتيريه. يبقى اذا انا بقيس فعاليه المضاد الحيوي او الديجري اوف انهبيشن عن طريق ان انا بعمل ميجرمنت للديامتر بتاعت الزون اوف انهبيشن، بقيس القطر بتاع الدايره. خلاص كده يعني كل ما الدايره كانت واسعه كل ما كان المضاد الحيوي ده اقوى، كل ما كان البكتيريا مور سنسيتيف للمضاد الحيوي ده. تمام كده؟ طيب هذه الطريقه الاولى. طيب الطريقه الثانيه حاجه اسمها دايليوشن ميثود او سيريال دايليوشن ميثود، بتتعمل في انابيب. يعني ايه بتتعمل في انابيب؟ اجيب انابيب خلاص وابدا اخفف المضاد الحيوي فيها بتسلسل معين، ماشي؟ وليكن مثلا هبدأ من هنا وهنتهي بهنا. كل أنبوبة يعني هنا أعلى تركيز، خلاص؟ وليكن مثلا كان التركيز هنا 10 مللي جرام، يبقى التركيز في الأنبوبة اللي بعدها 5، يبقى التركيز اللي في الأنبوبة اللي بعدها 2.5، وهكذا. تمام كده؟ طيب طبعا أنا بخفف المضاد الحيوي في كل أنبوبة للنص. تمام؟ بخفف في كل أنبوبة جديدة للنص. الأنبوبة ديت بيبقى موجود فيها الميكروب، وموجود في وسط مغذي، المضاد الحيوي موجود في كل أنبوبة بتخفيف معين قدره نص. كل أنبوبة نص الأنبوبة اللي قبلها، يعني الأنبوبة رقم 1 أعلى تركيز، الأنبوبة رقم 2 نص الأنبوبة بتاعت رقم 1، الأنبوبة رقم 3 نص الأنبوبة بتاعت رقم 2، نص تركيز المضاد الحيوي يعني، الأنبوبة رقم 4 نص تركيز المضاد الحيوي اللي موجود في الأنبوبة رقم 3، الأنبوبة رقم 5 نص تركيز المضاد الحيوي اللي موجود في الأنبوبة رقم 4، وهكذا. خلاص؟ بستخدم السيريال دايليوشن ميثود دي في قياس حاجة اسمها الام اي سي. السيريال دايليوشن ده بيستخدم في قياس الام اي سي. ايه الام اي سي دي؟ مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن. بشوف أقل تركيز قدر إن هو يمنع نمو الخلايا البكتيرية. The lowest concentration that inhibits the growth of bacteria. ده تعريف اللي هو الام اي سي، وتعريفه مهم تعرفوه عشان بيجي في الامتحان. lowest concentration that inhibit the growth of bacteria. استنى كده اما اتاكد البتاع بيسجل ولا لا. طب خلاص الحمد لله هو بيسجل اهو. تمام كده؟ the lowest concentration that inhibits growth of the microorganism. ادي السيريال دايليشن ميثود. الاي تيست ده تفاصيله مش عليكم. تمام؟ طيب يبقى الطريقه الاولى الطريقه اللي احنا سميناها انفيترو تيستز. انفيترو تيستز اللي هي التيستات اللي هي بتتعمل بره جسم الانسان عن طريق مثلا السيريال دايليوشن ميزود، او عن طريق الديسك ديفيوجن ميزود. طيب التشويس اوف انتي مايكروبيال ايجنت ممكن يبقى امبيريكال. امبيريكال المقصود بيها او الامبيريكال يوز في انتيبيوتيك، بستخدم انتيبيوتيك من غير ما اعرف المايكرو اورجانيزم ده ايه ولا اعمل اختبارات عليه. ايش معنى؟ احيانا بيبقى صعب ان انت تحصل على الميكروب. افرض واحد عنده عدوى في المخ، هتعمل ايه؟ هتخرم له دماغه علشان تاخد عينه وتزرعها على وسط مغذي وتبدا ان انت تشوف الميكروب بيموت ولا لا؟ طبعا صعب. تمام كده؟ فانت بتعمل حاجه اسمها empirical use of antibiotic. خلاص؟ يعني استخدام لمضاد حيوي بصوره مبدئيه. خلاص؟ انت بتكون عارف قبلها الميكروبات اللي بتعمل انفكشن في المخ، المضادات الحيويه اللي ممكن تشتغل عليها ايه؟ تمام؟ فانت بتستخدم المضاد الحيوي من غير ما تعرف الميكروب ومن غير ما تعزل الميكروب. خلاص؟
دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تستخدم المضاد الحيوي خلاص لغاية لما نتيجة المزرعة تبان، يعني تاخد العينة قبل ما تستخدم المضاد الحيوي، وبعد كده تبدأ تدي مضاد حيوي للعيان، أي حاجة كده تصبيرة لغاية لما نتيجة المزرعة تبان. ده معنى كلمة الامبيريكال يوز اوف انتيبيوتيك، يعني استخدام المضاد الحيوي بدون علم الميكروب ده ايه خلاص، وبدون علم تأثير المضاد الحيوي على الميكروب دوت ايه. تمام كده؟ طيب كده احنا خلصنا التشويس اوف انتيبيوتيك. تعالوا كده بقى بنتكلم على موضوع كده اسمه الانتي مايكروبيال دراج كومباينيشن او الانتيبيوتيك كومباينيشن. الانتي مايكروبيال دراج كومباينيشن او الانتيبيوتيك دراج كومباينيشن انا بستخدمها امتى؟ او بعمل اتحاد ما بين دوايين مع بعض امتى؟ انا كنت اديت لك فكرة عامة عنهم، فاكر ساعة لما كنت اتكلمت على السينرجيزم؟ تعالى مغير اللون ده علشان يبان لا بلاش ده، لون تاني. السينرجيزم لا بلاش ده، لون تاني. يلا هروشكم معايا. السينرجيزم حطيت مضاد حيوي على مضاد حيوي تاني علشان يقووا بعض، زي السلفا دراج والترايم سوبريم، زي البنسلين والجنتامايسين. خلاص كده بيحصل ما بينهم حاجة اسمها سينرجيزم. معنى كلمة سينرجيزم يعني الاتنين انتي مايكروبيال ايجنت مع بعض تأثيرهم اكبر من مجموع استخدام كل واحد فيهم لوحده. تمام كده؟ طيب الحاجة اللي بعد كده، to avoid development of resistance، علشان اتغلب على ان البكتيريا ممكن تعرف تعمل resistance، او في علاج السيفير ميكسيد انفكشنز، عدوى مختلطة من اكتر من اورجانيزم، او علشان اعمل complete eradication للاورجانيزم، اموت الميكروب عن بكرة ابيه، وهذا ما يعني لازم يحدث يعني خلاص، او في حالات السيفير انفكشن اوف انون اورجانيزم، زي ما قلت لكم في اورجانيزمات انا مش عارفها ومقاومه لمضادات حيويه كتيره، فببدا ان انا اعمل انتيبيوتيك كومباينيشن. ادي كده الخمس حالات اللي انا ممكن ان انا اعرف اعمل ما بينهم كومباينيشن. خلاص كده؟ طيب يبقى ان سيفير انفكشنز في حالات اللي هو unknown او undiagnosed organism، او علشان اشيل الاورجانيزم عن بكرة ابيه منعا لاي حدوث لمضاعفات خلاص، او ان سيفير ميكسد انفكشن خلاص، الميكسد انفكشنز اللي مش نافع معاه مضاد حيوي واحد خلاص، فبضطر ان انا استخدم اكتر من مضاد حيوي، او علشان امنع تكون اي ريزيستنس للمضادات الحيوية خصوصا مع الانفكشنز اللي بتاخد وقت طويل جدا في علاجها، زي علاج السل تيوبركلوزز انفكشن او تيوبركلوس انفكشن ديت اللي هي عدوى السل، او في حالة ان انا عايز اعمل سينرجيزم زي ما شرحت لكم قبل كده. طيب الكومبليكيشنز اللي ممكن ان هي تقابلني في الانتي مايكروبيال ثيرابي، اول حاجه التوكسيسيتي، بلاقي ان الاستريبتومايسين بيبقى توكسيك للكرانيال نيرف رقم 8، الكلورامفينيكول بيعمل بون مارو ديبريجن او بون مارو سابريشن، بنسميها ابلازيا او ابلاستيك انيميا، يعني البون مارو سابريشن ده البون مارو ما بيع... ما خلاص ما عادش بيخلق ما عادش بيخلق اي كرات دم خالص، لا حمراء بقى ولا خضراء ولا زرقاء، يعني اقصد يعني لا كرات دم حمراء اللي هي ار بي سيز، ولا كرات دم بيضاء اللي هي دبليو بي سيز،
ولا بلاتلتس، تمام كده؟ الامينوجليكوسايدز بتبقى نيفروتوكسيك. يعني ايه نيفروتوكسيك؟ يعني بيبقى لها سميه على الكليه، تمام كده؟ التتراسايكلينز لو اتخذت للعيال الصغيره بتعمل تيس اند بون ديفورميتي، خلاص بتخلي السنان ذات نفسها طالعه هشه ولونها اصفر، والبون فيه هشاشه نتيجه ان التتراسايكلين بيمسك في الكالسيوم وبيترصف في العظم وبيترصف في السنان. فتلاقي العيل الصغير لو استخدم تتراسايكلين اثناء عمليه النمو بتلاقي العظم بتاعه طالع هش واسنانه مش طالع لونها ابيض. ونقول مثلا هو بسبب ان هو ما بيغسلش اسنانه فاسنانه صفراء، لا، سنانه نفسها بتبقى طالعه صفراء. خلاص كده؟ طيب المشكله الثانيه الهايبر سنسيتيفيتي اللي هي الحساسيه. تعالوا كده بقى ما نشوف قصه الحساسيه ديت ايه. بعض الانتي مايكروبيال ايجنتس بتشتغل كهابتنز. ايه قصه الهابتنز ديت؟ هناخدها في جزء المناعه، ان هي عباره كده عن انتيجنز بس صغيره غير قادره على انها تعمل عمليه ستيميوليشن للاميون سيستم. ما بتقدرش انها تعمل ستيميوليشن للاميون سيستم. يعني بص كده، الهابتن ده حته صغيره كده، انتيجن صغير خالص، تمام؟ ما بيقدرش الهابتن ده يعمل اميون ريسبونس، يعني لا يعمل لا يستطيع ان يحدث تحفيز لجهاز المناعه، تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ قال لك يروح يرتبط ببروتين في الجسم، يقوم جهاز المناعه مهاجم الهابتن بالبروتين اللي شابك فيه. الاثنين، تمام كده؟ الاثنين، خلاص كده؟ يبقى الهابتن لما شبك في ماكرومولوكيول، ماكرومولوكيول يعني مركب كبير زي البروتين، تمام كده؟ فالهابتن دلوقتي بقى جهاز المناعة شايفه. الهابتن دلوقتي بقى انتيجين على حق، انتيجين زي ما الكتاب بيقول، انتيجين للقدرة على تحفيز جهاز المناعة. قال لك لقوا ان الأدوية دي ممكن تعمل هايبر سنسيتيفيتي بأربع أنواع. التايب 1 اللي احنا بنسميه أنافيلاكسيز، زي حقن البنسلين اللي هي حقن طويل المفعول اللي بيتعمل لها اختبار حساسية قبل ما تتاخد. التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، وده اللي احنا بنسميه سايتوتوكسيك رياكشن. يعني ايه؟ زي مثلا الهيمولوسيز اللي بيحصل، او النيوتروبينيا كرة الدم البيضاء بتقل، او الثرومبوسيتوبينيا البلاتلتس بتقل، تمام كده؟ يبقى تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي ده بنسميه سيتوتوكسيك رياكشن، يعني خلايا كامله بيتم تدميرها زي كرة الدم الحمراء وكرة الدم البيضاء والبلاتلتس. او تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي ده اللي احنا بنسميه اميون كومبليكس. خلاص، ده احنا لما نوصل لجهاز المناعة خلاص هناخد بقى التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي ايه اللي بيحصل فيه كده يعني. فمؤقتا علشان بس ما اطولش عليكم، اعرف بس ان التايب 3 ده بنقول عليه اميون كومبليكس. خلاص، زي ما بيحصل في حالة السيرم سيكنس لايك رياكشن. وعلشان واحد فيكم ما يقولش بقى الدكتور ما قلناش يعني ايه معنى كلمة اميون كومبليكس، بص يا حبيبي، لما بيبقى موجود في عندك انتباضي، الانتباضي ده احنا بنرمز له كده بالرمز واي. خلاص، هو شكله بيبقى عامل زي حرف الواي، تمام؟ لما بيرتبط مع انتيجين ده كده على بعضهم كده بنسميه اميون كومبليكس. لما الاميون كومبليكس ده خلاص بيتكون بكمية كبيرة بيحفز جهاز المناعة ان هو يهاجم المنطقة اللي موجود فيها تركيزات كبيرة من الاميون كومبليكس ده، خلاص، فيؤدي الى حدوث تدمير للمناطق اللي موجود فيها الاميون كومبليكس ده، تمام؟ طيب التايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ده اللي احنا بنسميه ديلايد
او سيل ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي، وده بيؤدي الى حدوث نوع من انواع الحساسيه اللي بنقول عليه السكين راش. يبقى المشكله الثانيه اللي بتقابلني مع الانتي مايكروبيال كيموثيرابي، خلاص بعد ما اتكلمنا على مشاكل الانتي مايكروبيال كيموثيرابي، اتكلمنا التوكسيسيتي، اتكلمنا على الحساسيه، هنتكلم على حاجه بعد كده اسمها السوبر انفيكشن. يعني ايه معنى كلمه سوبر انفيكشن؟ تعالى كده اشرحها لك واحده واحده. انت في عندك في جسمك بكتيريا نافعه، صح؟ خلاص، فلما تستخدم برود سبيكترم انتيبيوتيك، يعني مضاد حيوي واسع المجال، المضاد الحيوي الواسع المجال ده بيشتغل على الجرام بوزيتيف وبيشتغل على الجرام نيجاتيف، فلما تاخده لمده طويله بيقتل البكتيريا النافعه اللي اسمها النورمال فلورا. النورمال فلورا بتموت، بس من ضمن البكتيريا اللي بتبقى موجوده تبع النورمال فلورا، بكتيريا بتبقى بكتيريا انتهازيه، بكتيريا انتهازيه، خلاص المضاد الحيوي ما قدرش عليها، المضاد الحيوي ما قدرش عليها، يعني البكتيريا كانت ريزيستنت للانتيبيوتيك ده. بص كده، بكتيريا لقت مره واحده الملعب حواليها فضي، خلاص الاكل بالكوم، الاماكن بالكوم، بسبب ان انت استخدمت المضاد الحيوي اللي موت البكتيريا النافعه كلها، فتبدا تتحول من بكتيريا غير ممرضه الى بكتيريا ممرضه وتتكاثر بكميات كبيره جدا، تمام كده، تؤدي الى حدوث عدوى. العدوى دي بنسميها سوبر انفيكشن، تمام كده. طيب، وده بيحدث مع المضادات الحيويه واسعه المجال، خلاص كده، اللي بتقتل انواع معينه وتعجز عن قتل حاجات تانية. زي ايه؟ زي مثلا استخدمت انتيبيوتيك، خلاص كده، شغال على جرام بوزيتيف وشغال على جرام نيجاتيف، بس مش شغال على الكانديدا. ايه الكانديدا دي او الكانديدا؟ ده فطر، المضاد الحيوي ما بيموتوش، فيبدا يعمل في بقك نمو فطري بنسميه اورال ثراش، او يعمل في المنطقه بتاعت المهبل فاجينايتس، التهاب. السودوموناس والاستافيلوكوكاي مشهورين ان هم بيعملوا ووند انفيكشن، خصوصا في الناس اللي بيخشوا المستشفيات. طيب، جرام نيجاتيف باسيلاي ممكن تعمل سوبر انفيكشن، زي البروتياس والسودوموناس وبعض السلالات من الاشيريشيا كولاي، ممكن يعملوا ايه؟ يعملوا جينيتال اور ريسبيراتوري تراكت انفيكشن، تمام كده، نتيجة ان المضاد الحيوي اللي انت استخدمته قتل البكتيريا النافعة بس ما قدرش ان هو يقتلهم. او اشهر واحدة فيهم بقى الكوليستريديوم ديفيسيل، سيبك من الاستافيلوكوكاي دي، كوليستريديوم ديفيسيل، كوليستريديوم ديفيسيل او بنختصرها كده السي ديف، سي ديف، بتعمل حاجة اسمها سودو ممبرين كولايتس، سودو ممبرين كولايتس، دي مشهورة جدا. خلاص، الكوليستريديوم ديفيسيل بتعمل حاجة اسمها سودو ممبرين كولايتس، او احيانا بيقولوا عليه انتيرو كولايتس، بس الاسم الصح بتاعها سودو ممبرين كولايتس. ده ممكن يحدث نتيجة استخدام مضادات حيوية تقتل النورمال فلورا، فتسيب الكوليستريديوم ديفيسيل اللي كانت عايشة وسط النورمال فلورا، فتنتهز ان المضاد الحيوي اللي انت استخدمته قتل البكتيريا النافعة اللي حواليها، فتبدأ تطلع الوحش اللي جواها، خلاص كده، وتبدأ ان هي تعمل سوبر انفيكشن. اشهر مضاد حيوي بيقدر ان هو يعمل سودو ممبرين كولايتس حاجة اسمها الكليندا مايسين. الكليندا مايسين ده اشهر مضاد حيوي بيعمل إصابة بالكوليستريديوم ديفيسيل. طيب، من ضمن المشاكل اللي احنا عمالين بنتكلم عليها، انا عمال اتكلم على ايه؟ على الكومبليكيشنز او المشاكل اللي بتحصل مع استخدام المضادات الحيوية. من ضمن المشاكل ان بيحدث ماسكينج للدايجنوزز، ماسكينج للدايجنوزز، يعني الاستخدام المبكر للمضادات الحيوية
بيقتل الخلايا البكتيرية بأعداد كبيرة، فما يتبقى من خلايا بكتيرية بيبقى عدده قليل، فجهاز المناعة ما بيتفاعلش ضده ولا يكون ليه أجسام مضادة. تمام كده؟ طيب، وده ممكن إن هو يعمل مشاكل ويعمل تداخل في النتائج اللي احنا بنقول عليها السيرولوجيكال دايجنوزز، زي ما بيحدث في حالة اللي هو التيفويد فيفر، حمى التيفود يعني. سيرولوجيكال دايجنوزز هي عبارة عن تفاعلات تستخدم في تشخيص الحالة المرضية بناء على التفاعل ما بين الانتيجين والانتيبادي، الانتيجين والانتيبادي. خلاص، ده هناخده كده في جزء كده لوحده اسمه السيرولوجي، بعد ما نخلص جزء المناعة. تمام كده؟ طيب، المشكلة الخامسة هي الديفلوبمنت اوف ريزيستنس، يعني تكون سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية. الريزيستنس اللي بيحصل ده سببه ايه؟ ممكن يبقى ناتشورالي، يعني البكتيريا بطبعها اصلا مقاومة للمضاد الحيوي. فاكرين المايكوبلازما؟ المايكوبلازما ده نوع من انواع البكتيريا، قعدت احفظه لكم 20 مرة مفيش فيه جدار خلوي. فانت لما تستخدم بنسلين، البنسلين ده احد انواع البيتا لاكتام انتبيوتكس اللي بتمنع تكوين الجدار الخلوي. هل هيشتغل على البكتيريا اللي اسمها المايكوبلازما اللي ما فيهاش اصلا مضاد، ما فيهاش اصلا جدار خلوي؟ مش هيشتغل عليها. فالبكتيريا بطبعها مقاومة للبنسلين. خلاص؟ او الحاجة التانية يحدث جينيتيك فاريشن. فاكرين الطفرات اللي اتكلمت عليها في الجزء بتاع الجينيتكس؟ طفرة. او يحدث جين ترانسفير، يعني ينتقل جين المقاومة للخلايا البكتيرية عن طريق الكونجيوجيشن والترانسفورميشن والترانسدكشن او اللايزوجينيك كونفيرجن. فاكر الكلام ده كله لسه متكلم عليه في البكتيريا الجينيتكس. تمام كده؟ طيب، ادي اول حاجة في الريزيستنت سترينز بتيجي ازاي. طيب، تاني حاجة، الأورجانيزم ممكن إن هو يكتسب مقاومة المضادات الحيوية عن طريق إن هو يبدأ يطلع سبيسيفيك انزيم، انزيم قادر إن هو يكسر أو يعمل ان اكتيفيشن للمضاد الحيوي. فاكر البيتا لاكتاميز انزيم لما بيطلع على البنسلين والسيفالوسبورين ويكسر البيتا لاكتام رينج اللي موجودة فيهم؟ وكنت اديتك مثال تاني، الامينوجلايكوسايد موديفاينج انزيم. فاكرين البكتيريا بتقاوم المضادات الحيويه ازاي؟ طيب، الحاجه التانيه، يقلل البرميابيليتي للمضاد الحيوي، يعني ما يخليش المضاد الحيوي يخش جوه الخليه البكتيريه. تمام كده؟ يعني بريفنت اتس انترانس، اتس ديت عايده على المضاد الحيوي، او يغير التارجت سايت. الكلام ده لسه شرحه من شويه. يعني التارجت سايت ده اللي هو ايه؟ الريسبتور اللي المفروض ان الدواء او المضاد الحيوي بيشتغل عليه، زي مثلا الاريثروميسين والكلورامفينيكول بيشتغلوا على ال 50 اس سب يونت بتاعه الريبوسومات، يروحوا يغيروا في التارجت بتاع المضاد الحيوي اللي هو ال 50 اس ريبوسوم، التارجت اللي هو الريسبتور يعني. تمام؟ او يعمل ديفلوبمنت اوف اولترد ميتابوليك باثواي. فاكر البابا اللي كان بيستخدم في عملية تكوين الفوليك أسيد، اللي كنا بنوقف البصوي ده باستخدام السلفا دراجز؟ فاكر؟ قال لك البكتيريا ممكن تقوم جاية رايحة عاملة إيه؟ ركز، السلفا دراجز كانت بتوقف تكوين الفوليك أسيد، تقول بلاها تكوين لفوليك أسيد، أستخدم الفوليك أسيد الموجود في الطبيعة مباشرة بدون ما أخلقه بنفسي. هذا معنى كلمة development of alternative metabolic pathway. طيب، في مصطلح كده، تعالوا كده بقى بعد ما خلصنا موضوع resistance نبدأ نتكلم عليه، اسمه الكيمو بروفيلاكسيز. يعني ايه الكيمو بروفيلاكسيز؟ معناها ان انا بستخدم مضادات حيوية علشان امنع حدوث عدوى، زي مثلا خلاص
أنا رايح على بلد مشهور إن بيحدث فيها إصابة بالكوليرا، فأنا رايح البلد دي باخد المضاد الحيوي اللي بيموت الكوليرا. طب تعالوا كده ما ناخد أمثلة على الكيمو بروفيلاكسيز، يعني استخدام المضادات الحيوية بغرض الوقاية. طبعا ده بيحدث خلاص في حالات معينة، زي مثلا بعض الميديكال انديكيشنز في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا شخص عرضة للعدوى، الشخص ده تمام كده بديله بروفولاكسيز انتيبيوتيك، تمام. يبقى لما يكون البيرسون خلاص ليه سسبتابيليتي للانفكشن، تمام، انفكشن بواسطة اللي هو الباثوجين، بديله انتيبيوتيك كبروفيلاكسيز وقاية. زي ايه؟ زي في حالة الريوماتيك فيفر اللي بيخدم حقن طويل المفعول اللي اسمها البنسلين جي، تمام كده، بياخدها كل 3 او 4 اسابيع، وتحديدا كل 15 ل 21 يوم، تمام كده. طيب، او بريفنشن اوف مينينجايتس عن طريق استخدام اللي هو الريفامبيسين، او بريفنشن للسيفاليس اللي هو مرض الزهري، ده مرض بيصيب، ده مرض جنسي بيصيب المناسل، اعمل بروفيلاكسيس ليه باستخدام البنسلين جي. لو انا رايح لمنطقه فيها كوليرا استخدم تتراسايكلين. طيب انا عملت قسطره وكنت شاكك ان القسطره دي موجود فيها تلوث، فممكن يحصل لي يورينري تراكت انفكشن، او انا بيحصل لي ريكارنت يورينري تراكت انفكشن، يعني عدوى في الجهاز البولي بشكل مستمر، فانا ممكن ان انا استخدم ماده اسمها نيتروفيورانتوين، تمام، اللي موجوده في دواء كده اسمه يوفامين ريتارد، ودواء تاني في الصيدليه اسمه ماكروفيوران، استخدمه كوقايه من حدوث او تكرار حدوث عدوى الجهاز البولي. طيب ادي اول حاجه في الميديكال انديكيشنز، شخص ماشي عرضه للاصابه بمرض. طيب الحاجه الثانيه، ممكن استخدم المضادات الحيويه كبروفيلاكسيز في اشخاص، ركز بقى كده معايا، عندهم مشاكل عضويه، فبالتالي فرصه اصابتهم بالعدوى عاليه، increased susceptibility to infection due to anatomic، عندهم مشاكل عيب خلق يعني، او functional abnormality، قلبهم مثلا مش شغال كويس، جهاز التنفس بتاعهم مش شغال كويس، فبالتالي المشاكل دي تعتبر predisposing factors او predisposing to serious infection، يعني عوامل تساعد على حدوث عدوى ميكروبية خطيرة، زي في حالات اللي هو مرضى القلب، مرضى الجهاز التنفسي اللي بيبقى عندهم مثلا أزمة اللي هي حساسية على الصدر يعني خلاص، أو الشخص ده مناعته ضعيفة، فممكن يحصل له opportunistic infection، يعني عدوى انتهازية، زي ما بيحصل في حالة الناس اللي عندهم جرانيولوسايتوبينيا ديت نوع من أنواع الأنيميا، بيحدث فيها إن في نوع معين من أنواع كرات الدم البيضاء ما بيطلعش، زي النيتروفيل والإزينوفيل، تمام كده، وديت أحد أنواع كرات الدم البيضاء التي تستخدم في قتل البكتيريا، فالشخص ده ممكن يتعرض إلى بكتيريا، فالبكتيريا تنتهز فرصة إن مش موجود نيتروفيل عشان تموتها فتعمل انفكشن. طيب يبقى إذا الكيموبروفلاكسز أول حاجة اتكلمت فيها على الميديكال انديكيشن، يعني وصف للمضاد الحيوي بطريقة أو لطريقة وقائية، أو بطريقة وقائية أو لغرض وقائي، تمام كده؟ أو
ركز كده معايا. سيرجيكال انديكيشن يعني ايه؟ سيرجيكال انديكيشن ركز كده معايا. واحد خلاص عمل عملية، والعملية دي خلاص كانت عملية مثلا وهو بيفتح خراج، فممكن يحصل سبريد للإنفكشن، تنتشر العدوى من منطقة مصابة إلى منطقة سليمة. خلاص كده؟ طيب الحاجة اللي بعد كده، علشان أمنع إن الأورجانيزم يلوث جهاز معين أنا زرعه جوه البني آدم، زي مثلا زارع له جهاز بينظم ضربات القلب، أو حاطط في رجليه مسامير، خلاص؟ فأنا بديله أنتيبيوتيك كبروفيلاكسيز، ماشي؟ عشان أمنع العدوى دي، أو to prevent the spread of infection من مكان موجود فيه عدوى إلى مكان مش موجود فيه عدوى. خلاص كده؟ يعني surgical site infection. يعني إيه surgical site infection؟ يعني انتشار الميكروب من مكان موجود فيه عدوى إلى منطقة مجاورة أنت بتعمل فيها عملية وفاتح فيها وشغال، فالميكروب نط في المنطقة اللي أنت بتعمل فيها سيرجري. اس اس اي دي تختصر لكلمة سيرجيكال سايت انفكشن. أو الميكروب يخش في الدم في السيركيوليشن ويعمل سبتسيميا. سبتسيميا ديت معناها تسمم الدم بسبب البكتيريا. ماشي؟ طيب البروفيلاكسيس علشان تعمله صح قبل العملية، المفروض إن أنت بص كده بتديه قبل العملية بنص ساعة وأقصى مدة ساعتين، لا تتخطى الساعتين. يعني بتدي البروفيلاكسيس ده قبل العملية من نص ساعة لساعتين. طب تعالوا كده بناخد أمثلة اللي بناخد فيها بروفيلاكسيس. عمليات القولون، خلاص، كولوريكتال اوبريشن، انا بدي فيها انتيبيوتيك اورالي، بدي فيها انتي مايكروبيال ايجنت اورالي علشان يطهر القولون قبل ما اعمل العمليه. خلاص اورال ادمنستريشن شود بي ليميتد تو 24 اورز بيفور اوبريشن. يعني بديله حاجه تطهر القولون قبل العمليه ب 24 ساعه، ماشي؟ وبعد كده ما ياخدش المضاد الحيوي ده تاني. زي ما بيستخدموا مضاد حيوي كده في العمليات، ممكن تسمعهم اسمه نيستاتين. نيستاتين، تمام؟ لا سوري، مش نيستاتين، اسمه نيومايسن، انا اسف. خلاص النيومايسن ده بيستخدموه قبل العمليات بتاعة القولون ب 24 ساعة، تمام كده؟ طبعا الأشهر إن هم بيستخدموا حاجات أورالي، لكن ممكن إن أنا أحط حاجات أورالي وحاجات انترافينوس كمان معاها لزيادة التأكيد، بس في الغالب بيستخدموا حاجات أورالي بس، يعني عن طريق الفم، تمام كده؟ كده إحنا خلصنا الشابتر الرابع، وإحنا اتفقنا كل يوم هناخد شابتر لغاية لما نخلص الكتاب بتاعنا كده إن شاء الله. كده فاضل لنا، خلصت أربعة، كده فاضل لنا 10 أيام ونخلص المايكروبيولوجي كده إن شاء الله. فذاكروا معايا علشان الدنيا تبقى تمام. الحاجة التانية، في واحد بيسأل على الأسئلة يا حبيبي، أنا كل شابتر بعمله موجود فيه أسئلته. يعني شابتر أربعة ده من قبل ما أشرحه أصلا، من قبل ما أشرحه أصلا خلاص أسئلته أهي، خلاص الأسئلة بتاعته أهي، تمام؟ What is the definition of antimicrobial agent؟ تمام؟ ومديك اختيارات. يعني ايه antibiotic؟ تمام كده؟ Which of the following is not ideal property of antimicrobial agent؟ طبعا لازم تكون مذاكر اللي هو البروبرتيز بتاعت اللي هي الانتيميكروبيال ايجنت الايديال. Which of the following mechanism بيشتغل عن طريق اللي هو الانهبيشن اوف بروتين سينسز، اللي هي الحاجات اللي هي
بتشتغل على الريبوسومات. تمام. طيب what is the minimal inhibitory concentration؟ فاكر المينيموم انهبيتوري كونسنتريشن اقل تركيز بيقدر يوقف النمو بتاع الخلايا البكتيريه؟ when the empirical use of antibiotic is indicated. تمام كده، ده في حالات السيفير انفكشن اوف انون اورجانيزم. تمام، ذاكر الاول وبعد كده يبقى دور على الاسئله، الاسئله موجوده اهي. خلاص يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.